أريد أسماء الكتب التي تحتوي للسنة الصحيحة حتى أقرأها ولا أقع في غير ذلك، جزاكم الله خيرا. قراءة الكتب السنة وفي غيرها تحتاج إلى معلم ومدرس، يعني تختار مدرسا تقرأ عليه ما تيسر من الكتب النافعة، والمدرس هو الذي يوجه الطالب إلى الكتب التي يريد أن يشرحها له وأن يدرسه إياها. فلا يكفي أن الإنسان يختار عددا من الكتب ويقرأ على نفسه من غير أن يرجع في هذا إلى المعلمين وإلى المدرسين، فإن هذا لا يكفي. ربما أن الإنسان يقع في خطأ عظيم وهو يظن أنه قد عرف المقصود من الآية ومن الحديث وهو لم يعرف، ويكون قد فهم خطأ وقال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. ويذكرون من النكت والطرائف في مثل هذا أن رجلا قرأ في صحيح البخاري حديثا فيه أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، فقرأها هو الحية السوداء شفاء من كل داء، غلطة مطبعية. فذهب والتمس حية سوداء فأكلها فقتلته فكانت حتفة بسبب سوء فهم. وما أكثر ما يقع هذا، والخطأ الذي يقع في العقيدة ويقع في مسائل العلم أشد من الخطأ الذي يقع في هذه الحية. فإن كثيرا من المتعلمين في وقتنا هذا إنما حصل لهم الخطأ الكبير أو الأخطأ الكبيرة بسبب أنهم لم يتعلموا على العلماء، ولم يجلسوا في حلق الذكر، ولم يصبروا على طلب العلم، بل أرادوا أن يأخذوا العلم عنه بدون تعلم وبدون دخول للبيوت من أبوابها. الله تعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها، تقول الله لعلكم تفلحون. هذا هو الواجب على طلبة العلم وعلى الراغبين في العلم، أن يختار المعلم أولا قبل أن يختار الكتاب، ثم المعلم هو الذي يعين لهم الكتب النافعة. وهناك مناهج لطلبة العلم معروفة كانوا يسيرون عليها، كانوا يحفظون المختصرات في العلوم منثورة أو منظومة، يحفظونها ثم يقرؤونها على العلماء، ثم العلماء يشرحونها لهم ثم يراجعونها، وهكذا هكذا طلب العلم شيئا فشيئا مع الحفظ والتسميع على أهل العلم وتلقي التوضيحات والشروح منهم، تمشي على المنهج الصحيح، فبهذا توصل النتيجة أو تحصل النتيجة من طلب العلم. أما أن تختار الكتب وتستقل بذلك مع نفسك ولا ترجع إلى أهل العلم فهذا غلط كبير. ولكن حسب الإجابة على السؤال ما هو أحسن الكتب في السنة النبوية، لا شك أن أحسن الكتب بعد كتاب الله صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، ثم صحيح الإمام مسلم، فهما أصح كتاب في الشريعة الإسلامية بعد كتاب الله عز وجل. وكذلك السنن الأربع، سنن أبي داود والنسائي والترمذي، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه السنن لها قيمتها في السنة النبوية، ولكن قد يكون فيها بعض الأحاديث التي تحتاج إلى نظر في أسانيدها، وهذا مرجعه إلى أهل العلم وأهل الاختصاص. ذلك مسند الإمام أحمد رحمه الله وموطأ الإمام مالك، هذه كلها مراجع عظيمة في السنة النبوية. الكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربع، ثم مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وبقية الصحاح والمسانيد في السنة. وهناك كتب جوامع، هناك كتب جوامع مثل إشكاف المصابيح ومثل ترغيب الترهيب للمنذري، مثل رياض الصالحين للإمام النووي، مثل الأربعين النووية وشرحها جامع العلوم والحكم. هذه كتب جوامع في الأخلاق والآداب والعقائد والمعاملات وفضائل الأعمال وغير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.